السلام عليكم على الإخوان، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك كريم لجميع أصدقاء ديالنا. دائما في إطار سلسلة والحوارات والنقاشات حول الهواية ديال تغريد الطيور وتغريد الحصون خاصة، معكم مراد معريف. فتتم الحلقة السابقة، غادي نتكلموا الآن على المرحلة الأولى في مراحل التلقين، اللي هي مرحلة تخزين المعلومة، بمعنى لا ميموريزاسيون دو شون. هذه هي أول مرحلة اللي كيمر منها الطائر، مهما كان أي طائر. حنا غنركزوا الآن على الحالة ديال الهجين، لأن الهجين عنده واحد التعامل كمولوع، كتعرف كي عندك تعامل خاص مع الهجين، والحسون ولا المقنين حتى هو عنده تعامل خاص. إذن كما أشرت في حلقة سابقة أظن، فأول خطوة للمبتدئ لكي ينشئ وكرا تغريديا في المنزل ديالو، أنا كنركز على هذا المفهوم، هذا أن أي مولوع خصو يكون عنده في 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 البرنامج ديالو أنه المنزل ديالو خصو يولي واحد الوكر التغريدي على شكل داكشي اللي كاين في الطبيعة. فاحنا كهواة الحسون ولا هواة الطيور اون جينيرال، غنحاولوا اننا نوفروا نسبيا جميع لي زانفلونس، يعني الحاجات اللي كتاثر على على على, على الحسون على المقنين في الطبيعه، غنحاولوا نوفروها في المنزل ديالنا وفي الوكر التغريدي ديالنا. هذا هو يعني التحدي الكبير ديال اي مولوع. فأول معالم ديال الوكر التغريدي هو أنه يكون عندك واحد التغريد اللي هو ثابت في المنزل ديالك، وهذه إشارة للإخوان اللي كل سنة كيبدلوا الشرائط، أنه ملي كيسمع شي طائر عند شي أخ فكيعجبو هذاك الكلام، السنة المقبلة هو مبرمج كيقول السنة المقبلة غنخدم بالكلام ديال فلان، بالتغريد ديال فلان. ولا مثلا ملي كتبان لي واحد الجنايضة على واحد الشريط معين، شريط ديال غوميز ولا ديال شي واحد، وكتنوض عليه واحد الضجه وواحد الهضره والقيل والقال، كيبقى يحفر على هذاك الشريط حتى كيحصل عليه وكيدير في البرنامج ديالو ان السنه المقبله غادي يخدم به. وهذا اكبر خطا، هذا دليل على ان المولوع لا يزال يعيش مراهقه ولاعيه. فهادو بين الضوابط اللي خصني نثبتها معكم اولا باش تكون عندنا الارضيه ديال التفاهم وديال الحوار موحده بيننا كاملين. وكما قلت بانه الانسان خصو يكون صبور في الهوايه ديالو، فحتى من ناحيه التغريد فخصو يثبت على واحد الكلام واحد، لان الشريط اللي اعتمدتي عليه هذه السنه الا ما عطاكش نتيجه في الطيور فربما يعطالك السنه المقبله، ربما يعطالك السنوات ولا يعطالك في السنه الاولى من الديبار تكون عندك نتيجه. وهذه المساله مجربه من عبد ربي. فالاخوان عاوتاني نقول لكم، الاخوان اللي كيعرفوني انا في الهوايه ديالي في الولاد ديالي كيعرفوني بانني كنخدم بكلام واحد منذ واحد 12 عام ولا 14 عام، ولا كنخدم بنفس الكلام نفس التغريد، كنضيف عليه مره بعض الاغرودات اللي كتبان ليا كتوالم التركيبه ديالي. وخاص معنا انا واحد التغريده اللي هي عجيبه وجميله ومسجله بواحد هذا، الا ما كانش يعني تتزاوج مع الريتم اللي كنخدم به فما يمكنش ليا ندخلها على الشريط. وهذا مبحث اخر ممكن اننا نتكلموا فيه في حلقات قادمه. فالهوايه الاولى بحر، يعني كل موضوع كيجرك المواضيع اخرى على اي. ف المرحلة الأولى هي مرحلة تخزين المعلومة، وهنا واحد المسألة، أنني غنوضع نفسي في محل المولوع المبتدئ. ملي كتجيب طائر هجين للمنزل ديالك وكتبدا، أولا إما غتبدا توكل فيه، لأن يعني جبتيه صغير، لأنك يعني بغيتي أنك أنت تبدا معاه المراحل الأولى، لأن هذه من لي كونساي من النصائح اللي كنعطي، أنه المرحلة ديال التخزين لا ميموريزاسيون خصك تبداها نتايا. لان مع العلم انه من اول
يوم في الحياه ديال الطائر كيبدا يحفظ، ما كيبدا ماشي يحفظ، كيبدا يسطو، كيبدا يخزن المعلومه. فمن الاحسن انك انت تكون ضابط هاد المرحله هذه. ما عدا الا كان عندك شي صديق اللي كنقولوا صديق اللي يعني القلب على القلب، يعني انسان اللي ما غيغدركش، اللي هو اللي كيتزاد عنده هذاك الهجين، وكيكون نسبيا عنده نفس الشريط ديالك، ولا انت ربما تفوبرتي عليه بالشريط ديالك وكيخدم به حتى هو، فنسبيا كتكون مرتاح انك جبتي واحد الطائر اللي خزن في المده ديال واحد 15 ولا 20 يوم ولا 50 25 يوم، بين ما بدا كيتفطم يعني بدا كياكل بوحدو، انه كيتكلم كانه مستوكي نفس الكلام اللي عندك في المنزل. فهذه مهمه. ملي كنجيبو عندنا الطائر للمنزل صافي، غادي يبدا اليوم الاول لو جور جي ان، غنسميوه لو جور جي ان، هو صافي ديمارا الطبيعه ديال التغريد في الذهن ديال الطائر. فهذيك المرحله المولوع خاصو يركز على الصحه ديال الطائر ديالو، لانه هو واحد لو سيركوي، واحد سلسله ديال المراحل اللي شي شاد في شي. والمرحله الاولى اللي قلنا هي لا ميمورايزاسيون، راه ما يمكنش ديماري بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه وطريقه صحيه الا كان الطائر عنده خلل صحي، بمعنى انه كان عنده سوء التغذيه، سوء المعامله، عنده نقص بعض لي كارونس في لي فيتامين مثلا الار دي، يعني هاد المسائل كلها الاخوان تبارك الله راه كاين مجموعات مختصين في هذا المجال ديال التغذيه، غادي نستافدوا منهم حتى هما. فالطائر اولا ملي كتجيبو خاصك تسهر على الصحه ديالو، الصحه ديالو الا هضرنا فيها راه غادي تمشي الحلقه كلها في التغذيه وفي المعامله، وحنا الغرض ديالنا هو نركزو على التغريد، لان مساله غتختصو دابا الان في المراحل ديال التلقين. فالصحه مهمه، غير اشاره اللي كنعتمدها انا في المنهجيه ديالي من خلال يعني التجربه ديالنا في هذا الميدان، واننا كنخدموا طيور مغرده. الطائر المغرد العضله المهمه عنده اللي كتهمنا حنايا اوسي هي هذيك الحنجره، العضله ديال الصوت، هما يسمى بالفرنسيه لو سيرينكس. اخواني اذا بحثتوا في الانترنت لو سيرينكس غتفهموا الميكانيزم ديال لا سيركولاسيون ديال الهواء ما بين الرئتين وما بين لو سيرينكس، وهي اللي كتعطي المقدوره للطائر انه يصدر اصوات. هذاك لو سيرينكس الاخوان واحد العضله هي صغيره جدا، واحد النوع بحال اللي كنقولوا ليه حنا يعني بالدارجه هنايا التقنيين، واحد بحال واحد الكلابي اللي به هو اللي كيلعب على الصوت. هذيك العضله بحكم انها صغيره جدا، فحنا هو التغريد من الصالح ديالنا هذيك العضله تكون في احسن يعني في احسن الاحوال ديالها، انها بهاد العباره ما تشحمش، ما تكونش عنده العضله يعني غليظه انها تشحم. وشنو اللي كيدير ليه هاد المساله؟ هو التغذيه، وهذا هو اللي كيحط لنا مشكل نحن اصحاب التغريد، بحكم اننا كنخدموا طيور كنديرهم في اقفاص صغيره. ملي كنقولوا قفص صغير فالحركه واحد النوع ما شويه ناقصه، انه ما كيحرقش هذوك الدهون والانرجي لي كالوري كياخذ لي كالوري، ولكن ما عندوش مجال فين كما نقولوا يطيح. ف هنا كي انترفوني واحد المساله المهمه هو لو ريجيم اليمونتير، هذيك الحميه ديال الغذائيه اللي غنعطيو حنا كمولوع ديال التغريد للطائر ديالنا. انا من الناس اللي كننصح في هذا المجال ان هادشي خاص بالطيور المغرده وخاصه بالهجين والحسون. كنعتمد انا شخصيا خلال التجربه ديالي على واحد ما كنسميوه ان ريجيم اليمونتير اغريسيف، واحد الحميه غذائيه اللي شديده، بمعنى ان ما فيهاش الفانتازي، ما كاينش الفانتازيا عندي انا في التغذيه، بين قوسين فانتازيا، لان الى ان شاء الله ملي غندوزو للتحليل التغريد هاد الكلمات راه غادي نتوسعوا فيهم مزيان. ما هو لو ريجيم اليمونتير القاسي؟ هو الزوان والماء بطبيعة الحال والرملة لو غريت
الرملة انا كنستعمل الرملة ديال الواد، كنقولوا الواد ماشي الرملة ديال البحر، لان ما عمري شفت انا طائر الحسون كيمشي للبحر الرملة ديال شي بحر في لابلاج وكيبدي ياكل في هذيك ولا يلعب في هذيك الرملة، ما عمري شفت انا، حيت الناس كيقولوا لي الرملة ديال البحر مزيانة، ما كتدخلش ليا الراس لحد الان، باقي ما لقيتش شي مبحث ولا شي دليل على ان الرملة ديال البحر مزيانة. الا كان شي واحد في الاخوان عنده شي مسألة في هذا فيخلي لنا في كومونتير نستافدوا منه. انا ما كنخدمش بالرملة ديال البحر، كنخدم بالرملة ديال الواد، لان رملة ديال الواد عندنا اليقين بان فيها دي ماتير دي سيل مينيرو املاح معدنية، عديد ديال المسائل. الا كنمشي للواد ماشي الويدان ديال المدينة، كنمشيو للويدان ديال في الطبيعة، يعني في البادية، شي واحد بلاصة في واحد الرملة اللي هي نقية كناخدوها وكنديو معنا المنزل ديالنا، كيلو ولا جوج كيلو على حساب، كتنشفها وكتقادها مزيان وتشمشها وكديرها في واحد البواطه، وهذيك اللي كنبقى نعطيها للطيور. وهادو من المسائل اللي استفدنا من الناس اللي تولعنا معاهم في البدايات ديالنا. تحيه للاخوان ديال نقولوا الاساتذه ديالنا في المعارف ولا في درب غلف. فهادو كل مسائل سبحان الله تلقيناها شفاهيا من خلال التجربه، وتوصلنا لها الى يومنا هذا، توصلنا انها عندها فعاليه وعندها واحد الاصل اللي هو سيونتيفيك لوجيك. اذا تحيه لهم كاملين الاخوان ديال المعارف والاخوان ديال درب غلف وكافه الموالي اللي تجابدنا معهم اطراف الحديث. على اي فالطائر حنايا ملي كنعطيو هذا الريجيم اليمونتير كنولفوا عليه، غايقول لي واحد ولكن راه خاصو لي فيتامين. هذا اي منين غنبغي نعطي واحد تغذية إضافية أن كومبليمون أليمونتير اللي كيبان لي أنه مثلا عنده نقص في فيتامين أ، نقص في فيتامين دي، في فيتامين أ، كنمررها ليه عبر الماء. عبر الماء، الماء هو الوسيلة باش تعطيه أي حاجة، بمعنى أنه كيبقى عنده الزوان كتبقى عند الرملة وعنده الماء دائما ثلاثة، وكتعطيه لي فيتامين ديالك دي قوت قطاري كتعطيهم ليه في الماء. علاش هذا؟ كيبقى عندك الطائر بواحد الحلة اللي هي كيما نقولوا بالفرنسية سفالت، الدارجه المغربيه كنقولوا ليها نقولوا مسلقم، يعني كيبقى فهمتي واقف مع ما فيش اثار ديال التشحم. وحتى بالنسبه للتغريد هذيك العضله كتبقى في واحد الحله اللي هي جميله جدا وما كتغلطش، وعندها وكتعطي مفعول في التغريد. والدليل على ان الاخوان الموالي راه ياكدوا هذه القضيه، ان حتى الطيور اللي كنشاهدوا كتجينا من باساجيه اللي كتجي من برا، كاين واحد المفهوم اللي هو متداول على انها طيور ما كتغردش مزيان. وحاولت ندير واحد كنطرح دائما انا السؤال مع نفسي، علاش هاد القناعه كيقولوها الموالي؟ علاش والباساجيه راه ما كتكلمش، والباساجيه ما راسها والو؟ فطبيعه الحال انك تضرب واحد الالاف ديال الكيلومترات، بمعنى ان خصها تكون في صحه جيده والتغذيه ديالها في الطبيعه كتكون مزيانه، بالتالي فم اوتوماتيكمون هذيك لو سيرانكس ديك العضله ديالها كتكون غليظه وهذا ما كتساعدهاش على التغريد. فهي الهم ديالها ديك الطيور المهاجره انها تهاجر تاكل ترعد وترجع عاوتاني تعشش وهذا. اما حنا بالنسبه لينا حنا عندنا واحد المشكل، الطيور في القفص ربما يبقى حياته كلها في القفص، هذا حتى هو اشكال، لان الولاعه ديالنا التعريف ديال هذه الهوايه وما يسمى بلو سيلفستريسم راه من ضمنه واحد الجانب انه ارجاع الطيور الى الطبيعه. فمثلا عندك طيور في دخلتي الطيور غتاخذ مثلا جوج ثلاثه باش تحفظهم، والفائض راه كيتجمعوا الهوات في اطار، مثلا ما كنبغيش نهضر على شي ديال الجمعيات وهذا، فكتخرج هذوك الشبوقات فكيتجمعوا واحد المجموعه ديال الهوات وكيديروا ما يسمى بلا سويلتا، واحد عمليه اطلاق صراحه المقرنين في الطبيعه، وهذا كيدخل من بين الادبيات والاخلاقيات ديال الهوايه. وصراحه كنت تحسروا انه هاد المساله ما مفعلاش في البلدان العربيه، لا في المغرب ولا في الجزائر، شويه كنشوفوا بعض المحاولات، بعض الفيديو ديال الناس كيديروا هاد الحملات هذه اللي كنحييهم من هذا المكان. وكيف في المغرب شويه عندنا النقص هذه القضيه، نتمنى الاخوان يدخلوها في عين الاعتبار ديالهم. اذا هذا هو لو ريجيم اليمونتير. فانت منين كتسالي هذه المرحله وكيكون عندك اكيد انك عطيتي للطائر حقه من الناحيه الصحيه وكيبان لك انه وقف، بدا كياكل زوان، بدا كيشرب، هذا صافي، راه انطلقت عمليه التلقين.
انت مركز على الصحه ديالو، ولكن هو راه بدا عمليه التلقين، بدا عمليه التلقين منذ النهار اللي سمع فيه اول تبتبيته عندك في الدار. هذيك المده الزمنيه اللي كدوم كما شرت ليها في واحد الرسم توضيحي لحتو في واحد التدوينه، هو واحد رسم بياني مخوذ الصليح. اعطيكم مثال، هذا واحد البحث حاولت درت ليه الطباعه ديالو، ايتود دي ريزو دو كومونيكاسيون اكوستيك شي ان اوزو شونتور فورستي، ديال واحد العالم سميتو كاماتشو، صافي سميتو كاماتشو شلينكر. هذا واحد البحث عجيب جدا، لان منو خديت هذاك الرسم البياني باش للامانه العلميه، ودرت فيه شرعية ديال انني حاولت نترجمه الاسبانيه والعربيه، عندنا اصدقاء اسبانيين كيتبعوا معايا القناه ديالي، وبعض المرات كنستحيو منهم ما كيعرفوناش اش كنقولوا لكم، ففي الخاص كنشرح لهم شويه، وفي الرسوم البيانيه ضروري نعطيهم واحد الاشارات علاش كنتكلموا. فهاد البحث هذا هو ملي خديت هذاك الرسم البياني كيقول لنا بان ديك المده الزمنيه ديال تخزين المعلومه كدوم 40 يوم، وهذا مساله اللي ثبتناها انا والاصدقاء اللي كنبحثوا في هاد القضيه منذ 3 سنين. درنا بعض الحيل وبعض التجارب مع بعض الطيور اللي كنلقنوهم بينهم، واحد الحاله عندي في المنزل ديالي، وواحد الهجين اللي ربما شفتوه في يوتيوب وفي فيسبوك اللي لحت التسجيل ديالو. فهذاك عشت معاه واحد التجربه في هذا الموضوع، يعني تجربه موثقه بلي فيديو بالتسجيل من نهار كان صغير، تبجغيت الاول تبجغيت الثاني بلورات التغريد، هذه المراحل كلها سجلتها لان عارف بان غتكون تفاعلات، وباش باش نكون واضح انايا في المنهج دي لازم اي مبحث علمي خصك تعطي واحد ان اكزومبل. فمشيت انا لما هو تيوريك وتشبعت به وجربته لمده واحد هذه سنتين مع هاد الهاجين، وبالموازاه الاخوان حتى هما خدموا معايا في حالات ديالهم، وخدينا النتائج كامله وصافي كونفيرمينا بان فعلا كل التغاريد ديال الشريط كياخذها الطائر في مده ديال 40 يوم ولا شهرين، حنا بيناتنا الموالي غادي نقولوا شهرين، الاعتبارات عده ديما كنوفيو نوفيو شويه الميزان، كاين اعتبارات اخرى لان هذاك عالم خدا الطائر ودار عليه التجربه، حنا ربما في التجربه عندنا سنين وسنين وعندنا ملاحظات كثيره، ربما كنظن بانه شهرين هي فين كيستوكي الكلام. ملي كنقولوا كيستوكي الكلام ماشي كيحفظ، هو راه داك الميموار ديالو دار ليها كوبي كولي، داك الكلام كودي مكودي يعني مشفر. ودابا مثلا هاد البليبلي اللي ضربات عندي دابا في, 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 في المنزل، دابا ملي نسمع الميستو صغير هاد البليبلي راه صافي طبعات، هادو اللي بغيت نقول راه طبعات، ودابا راه عارف هذيك راها بليبلي، عارفه هو عنده مثلا 20 يوم راه دخلات الميموار ديالو، هادي هاد الكاسكابيل مثلا دخلات الميموار ديالو تسجلات هكاك بالعدد ديال لي غولبيس يعني بالعدد ديال الحبات تسجلات، الا ان الطائر في هذيك الشهرين هو الفيزيولوجي ديالو والتكوين ديالو اللي ما عندوش استطاعه انه يديها لانه باقي صغير، حتى الحنجره ديالو حتى التركيز ديالو حتى الحاله الطبيعيه ديالو حتى لو تومبيرامون ديالو مازال ما وصلش انه يفهم هذيك الكاسكابيل لاش كتصلح. بالنسبه ليه هو هذيك واحد هاد التغاريد اللي غيستوكي فهاد الشهرين في لا ميموريزاسيون في مده التخزين، بالنسبه ليه واحد الماده خام، اون ماتير بريمير اللي غادي تدخل وغادي يصرفها في حياته اليوميه على طول السنين. هذه جمله حاولوا تسجلوها ب ب ب ب يعني بالحبر المشي الذهبي الحبر الخشبي الشريط في 25 دقيقه في مده شهرين راه تكودا راه في لا ميموار. وكاين واحد في هذا المبحث هذا كاين واحد
يعني عجيب جدا. كاين واحد لو جين، واحد لو جين اللي خاص بلا بلا ميموريزاسيون ديال التغريد. الطائر كيميموريزي بزاف د الحوايج، عنده غرض به في الحياه ديالو، ولكن التغريد اكتشفوا واحد لو جين وكاين الاسم ديالو كلشي. الله يجزيكم بخير الشباب لي جو، راه غنخلي لكم هادشي في الروابط. حنا دابا غير كنعطيو دي كليك، هاكا مشينا في المسيره ديالنا في الهوايه، كنعطيو دي كليك. وعندي يقين بان الناس عندهم واحد الشغف في هذا الميدان، يعاونونا شويه. حنا واحد الجيل صافي الجيل راه مشينا فيها، ما شويه غادي نتحدوا. ولكن ملي كنلقاو جيل طالع ومتحمس وكيرفع معانا واحد التحدي، باش غادي انا ما نكرهش انا الجيل الجديد يبدا يقولوا لينا شي نتوما ما كتعرفوا والو، راك نتوما غير كتخربقوا. علاش؟ باش الجيل اللي من موراهم غادي يدير لهم حتى هو، وغادي تستافد الهوايه وغادي تمشي به غادي تمشي به. اسمعوا يا الاخوان، راه شويه فيها شويه المزحه وفيها الانسان ديال النكته، يعني مره كنضحك حيت كنتفكر بعض المسائل اللي كتضحكني كنكونوا مع الاخوان وهذا. فاذا لا ميموريزاسيون دخلات هذيك المعلومه هكاك، الطائر ما عندوش القدره انه يؤديها، فبالضروره انه سيمر لواحد المرحله، لانه حتى هو كيرفع تحدي على راسه. هو راه شي طائر ماشي فحالنا حنايا عشوائيا كنتكلموا. الطائره راه من عند الله سبحانه وتعالى، دير خطه تا هو، ها هو دي سينيال. حيت اتونسيون، هاد الكلمه هادي الاخوان اللي غادي يبحثوا ينتبهوا لها. الوازو الطائر يستقبل دي سينيال، راه ما كيستقبلش التغريد. انا كنهضروا في العين ديال لاكوستيك، في علم الصوتيات. حنا دابا كيتسحابك وعطيتو بليبلي وعطيتو ميسيده وما جاباش ليا. لا الاخوان، راه الطير ما كيتعاملش مع داكشي اللي كتعطيه بالطريقه ديالك انت. هو ستان سينيال، السينيال كيمشي ليه السيستيم نيرفو كيتطبع وكيخرج. وهاد المعلومه هادي راه عندها اثر كبير في التلقين اللي كنديرو، كنجهلوها طوطال. هادوك لي سينيال كيتلقاهم كيطبعهم، وعندو هو الله سبحانه وتعالى عاطي هاد الخصله هادي، انه هذاك لو سينيال خصو يأديه كما سمعو. عندو واحد ان ديبار لو جور جي ان، النهار الاول في تخزين المعلومه، وخصو منين غادي وخصو يتم غادي في هذاك السيركوي حتى يوصل لبلورة التغريد، حيت هو عارف راسو غادي يحتاج هذاك التغريد مثلا باش يجلب الانثى، باش يدافع على التريطوار ديالو. فدير خطه عمل، انت هذيك خطه العمل ما كتحترمهاش ليه؟ منين ما كتحترمش هاد مراحل التلقين؟ طوقوني الاخوان، حيت الان ملي كنكونوا نتكلموا الان خصنا نتجردوا من لافيست ديال المولوع. انا مولوع وكنعرف وادي وادي، لا حيد داكشي. دابا كنتكونسونطراو في هاد اللحظه اللي كنهضروا على المولوع، كنتكونسونطراو على الطائر كطائر حي، ككائن حي. هاد الطائر حي راه داكشي اللي كتعطيه داك البليبلي. وغنفتح واحد القوس صغير، فلهنا اشاره الاخوان اللي كيبداو يركبوا في الشرائط. راه كتركب الشرائط، ملي كدير شريط كما نقولوا حنا بالدارجه المغربيه من طنطن، شريط وما عرفت شنو كتسميه، راه داك الشريط ملي كتصايبو اولا كتبغي تبين لعباد الله انك كتعرف تركب، وكتبغي تبين لعباد الله انك عندك الكلام الصفي مزيان، وانك عزلتي البيبليوس ديال ستيفان وديال الطير ديال في الاداء، وانك درتي تركيبه زوينه وهذا. لا ما تريزونيش هكاك، لا انت غتريزوني على انه هذاك كائن حي خاصو دي سينيالي تستوكاو في الذهن ديالو، خاصك تعطيه التغاريد اللي غادي يحتاجها في الحياه اليوميه ديالو العاديه. راه كاين اللي عاطي دابا تركيبه كلها ديال 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 لو شون، ديال لو شون. ما الطائره كيحتاج لو شون في الحياه ديالو، ولكن كيحتاج الوسائل الاخرى اللي كيدافع بها، مسائل اخرى اللي يعني كل اغروده وعندها واحد الوظيفه في الحياه ديال الطائر الحسون ولا الطائر اي طائر. وهنا كتجي اشكاليه. انا صراحه انا الاخوه راه كيطلبوني مثلا عادي، الاخوه السي مراد عافاك الا عطينا شي تركيبه، بغى شي تركيبه. ما عمري كنعطي تركيبه ديالي انا ولا التركيبه مصيبه، انا ما نتحملش هذه المسؤوليه. كنشير ليه على واحد الشريط اللي هو معروف، انه شريط اللي دارو شي واحد ولا اللي مجربوا واحد، نقول سير اخويا خدم بهذا شوف واش غيعطيك.
لان الى يومنا هذا انا باقي ما عمري فهمت اشنو خصني نعطي للطائر الحسون خلال هذه المنهجيه اللي كنتكلم عليها. ما نقدرش نعرف ان الطائر الحسون كيكون فرحان اش كيدير، يقول كيضرب كاسكابيل، كاين اللي كيبكي بالكاسكابيل، كاين طائر اللي في كاين كاسكابيل اللي كتبكي، كينادي كيناجي كيتشكى، كاين ما يعني واحد نقطة استفهام كبيرة اللي غنتكلموا فيها إن شاء الله، غنتكلموا فيها مزيان، ملي غندخلوا يعني الكلام يعني التغريد، دابا كنهضروا حنايا الأساسيات، كيبقى التغريد واحد المسألة ليا شوية ثانوية. كنعتبرها في هذه المرحلة هي ثانوية. بون قلنا التخزين المعلومة كتخزن متستوكات، عطيتي 25 دقيقة فهي دخلت للدماغ، طائر ليس عنده المقدرة أنه يؤديها، وبالتالي ضروري أنه يمر المرحلة الثانية اللي هي المرحلة ديال التقليد الأولي، لو برومي بابياج. كنظن أنه ضروري هاد الحلقة غادي نوقفوها هنا، انا عطيتها ما يعني على حسب الوقت اللي مسموح ليا به في الفيديو. هضرنا على التغذيه، هضرنا على كيفاش دخل لا ميموريزاسيون، المده ديال لا ميموريزاسيون، وبالتالي غادي ندوزو المرحله ديال البابياج، المرحله ديال التقليد الاول. اذا غنكتفي بهذا القدر الاخوان، انا درته غير هكا، تكلمت بعفويه يعني ما وجدت ما والو. من بعد غادي انت انا غنتفرج معكم في هذا لا فيديو، الا بان لي بعض الخلل في توصيل المعلومه، شي حاجه اللي بقات فيها لبس، راه ملي غادي ندير الحلقه الثانيه ديال التقليد الاولي، غادي نذكر ندير انيه ما بين التخزين وما بين هذا، ونطلقوا في السلسله ديالو. الا ان شاء الله غنحاول بانه يكون اسرع في لي فيديو، واحد الوتيرة ديال واحد الفيديو كل يوم ان شاء الله. فهذا اللي كاين الاخوان، نتمنى هذه الحصه تكون لقات الاستحسان ديالكم. شكرا الاخوان بزاف اللي كيتفاعلوا معايا في الكومونتير ولا في الخاص، فكاين التعاليق اللي صراحه هي اللي كتعطيك واحد لو سوف، كتموتيفيك على انك تبقى في حوارات، حيت انا من الناس شويه في زعيم، بعض الخطرات كنتقلق صافي كنهجر الحاجه ما كن، ولكن الحمد لله هناك تجاوب جميل جدا. انا ما تجاوبوش معايا الاخوان، انساو مراد المعارف، حاولوا هذا الكلام اللي كنقول انايا تجاوبوا معاه، وحاولوا تبحثوا، ما تخالفوش معايا انا، يعني ما تشوفوش هاد الكلام انه جاي من شخص، لا، هاد الكلام تقال في واحد البلاصه في المعارف ولا في هذا، قالوا واحد السيد، اجي تجمعوا واحد ثلاثه ولا اربعه الاصدقاء ديال الهوايه، نناقشوا هذا الموضوع ونحاولوا نديفلوبي كل واحد من جهته، محاولة ان حتى انا محتاج لهاد المسائل، انا محتاج انا في التعاليق ان واحد يقول لي سي مراد هاد القضية اللي قلتي راه ما خداماش، راه ما بانش ليا فيها، من غيقولها لي انا اوتوماتيكمون ما كنعش، خاصني نرجع للبحوثات ديالي ونعرف علاش وداك الشيء وعاد نتجاوبو، هاكا غتمشي الهواية مزيان. اذا نكتفيو بهذا القدر الاخوان، تحياتي واحتراماتي للجميع. وإن شاء الله في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.